صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا النهارده في يوم جديد وحلقه جديده من نهارك سعيد. النهارده ان شاء الله هنكون موجودين معاكم لمده ساعتين مباشره على الهواء. هيكون معانا عده فقرات وطبعا ليها علاقه بالحياه السياسيه والاجتماعيه اللي بنعيشها في مصر النهارده، يعني فقرات متنوعه كده. خليكم معانا وهنسرد مع بعض فقراتنا النهارده لانه الاحداث بصراحه كتير متطوره جدا، وخصوصا مع الوزاره الجديده والزيارات المفاجاه اللي بيقال عنها. صباح الخير يا دينا. صباح الخير يا ساره. مره ثانيه بصبح على كل الساده المشاهدين يوم جديد 4/3/2014. قبل ما نبتدي نسرد فقراتنا النهارده، اعتقد ان كل المصريين وكل العالم تابع طبعا الاوسكارز، بس انا عايزه بس اختص بالاوسكار بحاجه واحده بس، هو فوز الفيلم المصري او الدوكيومنتري فيلم ذا سكوير او فيلم الميدان، وفاز باحسن مونتاج. طبعا احنا بنبارك لكل القائمين على العمل على هذا الفيلم، مصريين طبعا، وان نروح الاوسكارز دي حاجه تحترم. خلينا نقول ان نسرد معاكم فقراتنا للنهارده. فاحنا معانا في الصحافه النهارده الكاتب الصحفي المتميز محمد الباعي، ونستعرض معاه اهم عناوين الصحف وناخد تفاصيلها معاه. دكتور ايمان جمال الدين استشاري علم النفس هتكون منورانا النهارده في فقرات من فقرات نهارك سعيد. هنتكلم عن اللامبالاه والسلبيه في الحياه الزوجيه، واعتقد انه في وسط الضغوطات اللي بنعيشها اكيد اليومين دول والفتره اللي فاتت، وفلوس المدارس والفلوس والحياه والمعيشه والحاجات دي كلها، وكمان بترجع لحاجات كتير سلبيه للتعامل ما بين الزوج والزوجه في الحياه الاسريه. خلينا نعرف التفاصيل النهارده وازاي ممكن نخرج من المأزق ده اللي ممكن يكون بيطارد اسر كتير في مصر. خلينا نتكلم في الموضوع ده مع الدكتور ايمان النهارده ان شاء الله. اتكلمنا قبل كده في نهارك سعيد متهيألي على مدار الاسابيع كلها عن الانتهاكات اللي بتحصل للاثار المصريه، الاثار اللي ورثناها عن اجدادنا واللي بيجي لها كل الناس من كل دول العالم عشان تشوفها واحنا مش حاسين بقيمتها. واكثر الاثار اللي بتتعرض لاهمال هي الاثار الاسلاميه بالمنطقه في القاهره الفاطميه، ملف كبير جدا جدا، محتاجين ان وزاره الاثار ومحافظه القاهره تقف معانا ضد الانتهاكات اللي بتحصل دي. يمكن النهارده معانا مدام امنيه عبد البر وهي عضو مبادره انقذوا القاهره، وانا كمان كنت متابعه كمان سيده مونيكا حنا كان ليها تويت على تويتر وكانت بتتكلم فيه عن انقذوا الاسكندريه. هي طبعا مسؤوله كمان عن المؤسسه المصريه لانقاذ الاثار. هنهتم النهارده بالذات بملف الضرب الاحمر وهنعرف ايه اللي بيحصل هناك والانتهاكات اللي بيحصل لها الاثار المصريه. متهيألي ملف خطير وملف مهم جدا جدا، فياريت تتابعونا وياريت وزاره الاثار تكون مهتميه جدا بالموضوع اللي هنطرحه النهارده. هي المفروض وزاره الاثار وراها ايه غير ان هي تعمل ده يعني بجد لا حياه لمن تنادي. احنا بقالنا مثلا في نهارك سعيد بنمسك الملف ده وبنتكلم فيه، انا شخصيا عملت فقرات تخص الموضوع ده اكتر من 5 6 مرات، وكنا بنجيب صور تقطع القلب على 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 اثارنا الاسلاميه اللي فعلا شكلها بقى عامل زي الخرابات. يعني ده فعلا لا، وزي ما ساره بتقول لا حياه لمن تنادي. في الدول الاوروبيه او في اي دوله لو في شويه طوب، انا بتكلم انه قطوب وتقال عليه انه اثار، بيتعمل عليه حفله بتعمل عليه حفله كبيره جدا والناس كلها بتكون مهتمه بيه. احنا غالبا بناخد الحاجه فور جرانتد زي ما بيقولوا، او ما بنبقاش حاسين بقيمه الحاجه غير لما بتروح من ايدينا، احنا مش مهتمين بيها. حاطين في دماغنا الاهرامات والشواطئ في شرم الشيخ هم بس مصدر السياحه العام، ويا ريت حتى الشواطئ والاهرامات مهتمين بيها، يعني كمان متبهدله تماما ومحدش مهتم بيها. حاجه تحزن بصراحه، حاجه تحزن فعلا يعني. طيب احنا معانا ايه تاني يا ساره؟ في النهارده كمان لكل الرياضيين اللي بيتابعوا الرياضه واهم التفاصيل والمباريات والجديد في الرياضه، هيكون معانا النهارده فقره رياضيه مع الكابتن نزيه عطيه، هو ناقد رياضي، وطبعا هنتكلم عن اهم حاجتين بيحصلوا دلوقتي وهي انتخابات النادي الاهلي وانتخابات نادي الزمالك، ده غير طبعا مباريات الاسبوع اللي حصلت في هذا الاسبوع. خلينا نعرف نبدا يومنا النهارده في نهارك سعيد. و خلينا نقول ان كمان معانا فقره عن رئيس الشبكه المصريه للحمايه الاجتماعيه ودكتور صلاح هشام وعيش حريه عداله اجتماعيه. متهيألي لو فاكرين معايا المطلب ده كان من مطالب الثوره من حوالي 3 سنين، احنا خلينا السنه الرابعه دلوقتي ما اعرفش يعني. بس طبعا الحكومه، انا كمان تعبت من كتر ما انا بقول الحكومه الانتقاليه، انا ما اعرفش الحكومه الاصليه هتيجي امتى. الحكومه الانتقاليه طبعا اهم مطلب او من اهم المطالب الموجوده على اجندتها هي تحقيق العداله الاجتماعيه، وده كان شرط اساسي. هل هتقدر الحكومه تكون على قد طموحات الشعب المصري وعندها ملفات كتيره جدا، وانا عارفه ان ملفات خطيره جدا وورثه تلك تقيله، بس وبعدين هنقعد نقول معلش اصل الحكومه دي حكومه انتقاليه، معلش اصل الحكومه دي جايه تيسر اعمال، فانا مش عارف امتى هناخد خطوات. واتليست الحكومه اللي قبل كده تقول لنا هي عملت ايه عشان الحكومه اللي بعديها تكمل، بس ما اعرفش ده لحياتي لو اتمنتوا نادي. شكرا، يلا نبدا يعني، يلا بينا نبدا يومنا النهارده. مش عايزه اتكلم كتير انا ونسيب بقى نضيف هم اللي يعبروا عن ايه ارائهم وافكارهم. محمد البعلي ومتابع لاهم الاخبار اليوميه، فخليكم معانا.